بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، قال وهو يتكلم عن قياس الشبه بعدما ذكر تعريفه وذكر في هذا التعريف أشياء كثيرة، قال وقال بعضهم وهو الأقرب إلى قواعد الأصول تكلمنا عنها فيما سبق، وقيل إن قياس الشبه غير معتبر، وقيل إن قياس الشبه غير معتبر، يعني ليس بحجة في بناء الأحكام الفقهية عليه، وذلك لأنه متردد بين المناسب وبين الطردين، فلا هو مناسب من حيث إنه يعتبر ولا هو طردي من حيث إنه لا يعتبر، ولذلك قال صاحب جمع الجوامع ولا يصار إليه، يعني إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة، لأن قياس العلة مشتمل على علة، هذه العلة مشتمل على مناسب، وهذا المناسب هو الذي من أجله شرع الله الحكم على المناسب بالذات إجماعا، فإن تعذرت العلة فيلجأ إلى قياس الشبه، فهو حجة، نعم، فإن تعذرت العلة بتعذر المناسب، بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه فهو حينئذ يلجأ إليه، فقال هو حجة نظرا لشبهه بالمناسب. قال والله نظرا لأنه هو متردد ما بين المناسب وما بين الطرد، فإحنا إذا لم نجد في المسألة يعني أو في هذا الباب غير قياس الشبه فلنأخذه، وكأنه ألجأنا إليه حالة الضرورة وأخذنا به نظرا لأنه يشابه المناسب من جهة، ولو قلنا بأنه يشابه المناسب يبقى معتبر، ولو قلنا إنه يشابه الطرد نقول بأنه غير معتبر. قال وقيل إن قياس الشبه غير معتبر، انتهينا من قياس الشبه، تكلمنا على تعريفه ثم تكلمنا على حكمه بملخص شديد، ومن شرط الفرع، يتكلم على شروط الفرع ثم شروط الأصل ثم بعد ذلك العلة، وينتهي الكلام على القياس بالكلام على يعني ما يعرف بنقض العلة، ويذكر في نقض العلة 9 مذاهب، وهنعرف يعني نقض العلة، لكن هو القياس محتاج منا ان احنا نقرأ فيه كتير حتى نتقنه. ومن شرط الفرع، وعبر هنا بمن حتى يقول إنما ذكر بعض الشروط لا كل الشروط، ولذلك عبر بمن لأن شروط الفرع كثيرة، اذهب إلى جمع الجوامع وتجد هناك شروط كثيرة أكثر مما ذكره هنا، وهو لم يلتزم إلا أن يأتي ببعض الشروط حتى ينتفع بها طالب العلم. قال وهو محل الحكم، نعم، قال وهو المحل، ومن شرط الفرع، إيش بقى هو الفرع؟ من شرط الفرع ينبغي علينا حينئذ أن نعرف ما هو الفرع حتى نعرف ما هو شرطه. قال الفرع إما أن يكون هو محل الحكم، وإما أن يكون هو محل الحكم، وإما أن يكون هو حكم المحل،
ولا يكون الدليل، لأن الدليل هيبقى هو القياس. ما أنت عندك ثلاث أشياء، نضرب لها مثال بسيط. لما نقول على سبيل المثال النبيذ حرام قياسا على الخمر بجميع الإسكار، صح كده يا مشايخ؟ النبيذ ما اتخذ من يعني التمر، شرب التمر بعد قذفه بالذبت، بنجيب شويه تمر كده نحط عليهم ميه نسيبهم لما يتخمروا، وبعد ما يتخمروا يقذفوا بالذبت يعملوا رغاوي كده، لما تشرب نقيع النبيذ ما تحسش انك هنا، تحس انك في ماليزيا. يعني ايه؟ يعني هيحصل لك سكر. وانتم طلبة طيبين وعقولكم صافية وفطاركم مستقيمة، هتخرجوا عن الايه؟ عن الطور. تحس انك قاعد مع والدك، وتحس انك قاعد واخد بال حضرتك في ولايتك اللي انت منها في ماليزيا، اللي من قدح كأنه راح قدح، ومرة واحدة يصحى يلاقي نفسه في مصر. فالنبيذ ده المقيس، والخمر المقيس عليه. طب الفرع فين بقى؟ هل الفرع هو ذات النبيذ ولا حكم النبيذ؟ قيل وقيل. يبقى الفرع هو ايه يا مشايخ؟ هل هو الذات اللي هو شراب النبيذ نفسه كشراب البيبسي؟ الفرع هو البيبسي ولا حكم البيبسي؟ قيل وقيل. يعني ايه قيل وقيل؟ يعني هناك من قال بأن الفرع هو المحل المشبه. يعني ايه؟ من عندي النبيذ شبه بالخمر، والخمر مشبه به، يبقى النبيذ كالخمر. فين المشبه يا مشايخ؟ النبيذ. وفين المشبه به؟ خمر. وفين أداة التشبيه؟ الكاف. وفين وجه الشبه؟ الإسكار. تدرستوا يا أولاد بلاغة ولا لا؟ بس معانا تحس البلاغة بقت بلاغة متطورة، بلاغة بالملاوي. فأهو عندنا دلوقتي المقيس إيه هو؟ إيه هو الفرع؟ النبيذ ولا حكم النبيذ؟ بعضهم قال هو نفس النبيذ، وبعضهم قال ده حكم النبيذ. حكم النبيذ اللي هو الحرمة، يبقى الفرع هو الحرمة، ولا الفرع هو المحل الذي وردت عليه الحرمة. طيب، قال وقيل حكمه أن يكون، اللي هو من شرطه أن يكون، يبقى الشرط هو كونه، ومن شرط الفرع كونه، أن يكون مناسبا للأصل عند الفرع اللي هو ذات النبيذ، وعند الأصل اللي هو إيه؟ اللي هو ذات الخمر. من شرط الفرع حتى يمكن أن نلحقه بالأصل أن يكون ذلك الفرع مناسبا للأصل. يعني إيه مناسب؟ يبقى ما بينهم نسب كده وعشرة وارتباط؟ لا، مناسب معناه أن يكون مساويا له. مساوي ليه في إيه؟ المساويا له فيما حصل بسببه الجمع في الحكم. يعني إيه اللي خلاني، ما الذي جعلنا نلحق النبيذ بالخمر في التحريم؟ العلة. يعني أن يتساويا في العلة، لأن العلة هي سبب التعدية، هي سبب الإلحاق، هي سبب أن نجعل ذلك الفرع في حكم ذلك الأصل. ده هي اللي ربطت ما بين الاثنين، هي الحلقة المفقودة. طيب يا سيدي، أن يكون مناسبا للأصل. طب إيه هو بقى الأصل؟ ما أنت تكلمت على الفرع، ومن أجل ذلك دراستنا منضبطة، لأنها بتبدأ من تأسيس المصطلحات وفهم المصطلحات.
اضبط المصطلح، بعد ذلك تنضبط أمامك الرؤية. إيش هو بقى الأصل؟ قال الأصل فيه ثلاثة أقوال، يا إما هو الخمرة ذاتها، يا إما هو حكم الخمر، يا إما هو دليل الخمر، يبقى ثلاثة. حاجة بسيطة قوي يعني، تقراها من الكتاب تجدها عسيرة، تسمعها مني تجدها يسير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يبقى عنده ايش هو بقى الاصل؟ ثلاثة، يا اما المحل اللي هو المشبه به، او حكم المشبه به، او دليل المشبه به. ثلاثة. لما عرفك اقول لك ما هو، تعرف الاصل، تقول لي قيل هو المشبه به، وقيل حكم المشبه به، وقيل دليل المشبه به. يعني اما الخمره، يا اما حكم الخمره، يا اما الدليل الذي ثبت به تحريم الخمر. طب والقياس ما يجيش فيه الدليل؟ قال لا، الفرع ما يجيش فيه ان من احد تعاريفه ان هو دليل الفرع، لا، لان دليل الفرع هو القياس، والقياس ده الكل، فلا يجعل يعني هذا اللي هو الدليل جزء للكل، كلام يعني في مثل هذا. طيب، قال ولا يتأتى فيه قول بأنه دليل الحكم، ده بالنسبة للفرع. ما ينفعش نقول إن من أحد تعاريف الفرع دليل الفرع، دليله يعني دليل الحكم، دليل المحل أو الحكم أو دليله، لا ما تقولش دليله. ليه؟ قال لأن دليل تحريم النبيذ هو القياس، فما ينفعش. ولا يتأتى فيه قول بأنه دليل الحكم، كيف؟ ودليله القياس، إزاي؟ ده دليل القياس، مش حاجة بره. ما هو يتوقف الفرع على كونه فرعا على القياس، والقياس يتوقف على الفرع، يبقى هنخش بقى في دائرة الدور. على كل حال سهلة. وقيل قيل حكمه، وقيل دليله، وقيل المشبه به فيما. يبقى خلي بالك بقى عشان لما تيجي تقرأ صح تعمل ايه؟ بعد اصل للاصل اعمل شرطة، وقبل فيما اعمل شرطة. يعني يا مولانا، يعني ما بين الشرطتين جملة اعتراضية. فهمنا مشايخ الإسلام؟ يعني يا مولانا، يعني مناسبا للأصل فيما يجمع به، يبقى ما بينهما جملة اعتراضية، لأن فيما متعلقة أن يكون مناسبا للأصل فيما، يناسب الأصل فيما، يبقى متعلقة بمناسب. طب وما بينهما؟ جملة اعتراضية أراد بها الإمام الرملي أن يعرف الأصل، لكن بعبارة مضغوطة. يعني إيه مضغوطة؟ يعني عارفين أنتوا الفولدر اللي هو أورر؟ أنا متعرفوش؟ مش في ملف مضغوط؟ أنتوا مالكوش في الكمبيوتر ولا إيه؟ اسمه يا بنت بالإنجليزي؟ متعرفوش أنت الأخرى؟ ده ايه ده؟ انا جاي لكم منين؟ انتوا في اهل الكهف يا اولاد ولا ايه؟ مش في عندك ملفات بتنزل على الكمبيوتر يقول لك ده ملف مضغوط؟ يعني كانه هو كبسه ويحتاج الى بسط.
عبارة مضغوط. فعبرته هنا عبارة مضغوط. يعني مولانا محتاجة كده إلى برنامج فك. أنا البرنامج، خلي بالك، يعني أنا برنامج الفك. قال فيما، يعني أن يكون مناسبا. يبقى المناسبة فين يا مشايخ؟ مناسبة الفرع للأصل أن يجتمع وأن يتساويا فيما. المهنة نكرة بمعنى شيء، واقعة على وصف، في وصف، خلي بالك، أن يكون مناسبا. يبقى الفرع مناسب للأصل فيما، يعني في وصف يجمع به. هنا الهاء عايدة على إيه؟ عايدة على ما، اللي هي بمعنى وصف. فيما يجمع به، يجمع بوصف بينهما، يعني بين الفرع وبين الأصل للحكم. اللام هنا متعلقة بيجمع، يعني يجمع من أجل الحكم، يعني من أجل أن نعطي حكم الفرع حكم الأصل. أي لما شاف العبارة صعبة كأن طالب قال له طب فسرها لنا يا مولانا، معناها إيه؟ قال أن يجمع بينهما بمناسب للحكم، يعني أن يجمع بين الفرع وبين الأصل بوصف، هذا الوصف مناسب للحكم، يعني من أجل هذا الوصف شرع الله الحكم، من أجل الإسكار شرع الله تحريم شرب الخمر. ليه؟ قال لأن الإسكار يضبط حكمة، هذه الحكمة تظهر لك سبب التحريم. ماله الإسكار؟ وحش يعني؟ الإسكار بيغيب العقل فيسقط التكليف، والتكليف ابتلاء تعاقب عليه أو على تركه. الإسكار قد يجعلك تبيع أموالك وأنت لا تعي. الإسكار قد يجعلك تصل إلى زنا المحارم وهو لا يدري. من أجل هذا حرم الله الإسكار. شفت بقى، لما كان الإسكار منضبط ومشتمل على حكمة، هذه الحكمة تجلي لك وتظهر لك مشروعية الحكم. يا أخوانا الشريعة مش كده، الشريعة ديت قواعد مضبوطة تعيش معها عمرك كله، وجواها رسائل، مش تحكم عقلي للعلماء والمجتهدين، لا ليس هكذا. بأن يشتمل صورة ذلك، صورة الجمع بينهما بمناسب للحكم، أن يشتمل الفرع، يعني أن يوجد في الفرع علة، هذه العلة موجودة، مثلها موجود في الفرع تماما. العلة التي في النبيذ وهي الإسكار موجودة في الخمر تماما. يعني هو الإسكار اللي موجود في النبيذ يطابق الإسكار الموجود في الخمر. زي بالظبط كده هضرب لكم مثال وأنتم تحبون هذا المثال، الرز الأبيض، عارفينه؟ والقيد ده لبيان الواقع، ما تقوليش يا مولانا ده قيد لإخراج الرز الأسود. وفي رز أسود يا أولاد؟ ما فيش، بس ممكن واحد يقول لك في رز أخضر، لكن أنا بقول لك الخضار دوت خضار طارئ زي اللي أنتم بتعملوه، ما فيش رز أخضر، ما شفناهوش إلا بعد كده بقى حضرتك بتاخده وتلونه، أو رز أصفر بالكاري، لكن هو لما بيخرج من الأرض بيبقى رز أبيض. الرز الأبيض مشتمل على معنى القوتية، الشوية دول يشتمل على معنى القوتية، والشوية اللي في إيدك دول يشتمل على معنى القوتية. أنت عملت الرز في حلة ووضعت أمامك بعض من ما في الحلة، ووضعت أمام أخيك بعض مما في الحلة، الاتنين تطابق في إيه؟
تطابق ان ده قوت ويشبع وده قوت وهيشبع، ولكن الشبع فيه باذن الله وبامر الله. حصل عنده الشبع لا به. يبقى متطابقان زي الابيض والابيض، يبقى متطابقان، يبقى الفرع قد تطابق مع الاصل في العله التي من اجلها يحصل التعديه والالحاق. ولذلك انا اقول بان يشتمل الفرع على عله حكم الاصل، بيشتمل على عله حكم الاصل ولا على مثل عله حكم الاصل؟ لا، على مثل، لان الاسكار الموجود في الخمر مثل الاسكار الموجود في الفرع، وما اقدرش اقول هو هو، لان الاسكار ده وصف والوصف عرض والعرض لا يقوم بمحلين ولا يبقى زمانين. من الاشياء التي علمنا اياها سيدنا ومولانا، كان دايما كده يوضح هذه القواعد. ليه؟ ادركنا بعد ذلك ونحن نقرئ الطلبه انها فعاله، وانها من الاشياء التي تتكرر مع فالعله اللي موجوده في الاصل. ما يجيش واحد اهبل ويقول لك هي العله اللي موجوده في الفرع، هي ليست هي. يعني هو دلوقتي انت موجود في البيت وموجود في الرواق الجوي يا راجل، ده انت لو قلت كده تبقى على طول عبيط. انت موجود في محل واحد، لذلك تحيزك هذا واخد بال حضرتك لا يوجد الا في مكان واحد، ما بقاش انا متحيز هنا ومتحيز هناك. ولذلك الاسكار ده بيسموه ايه؟ وصف. والوصف ده عرض، والعرض لا يوجد في مكانين معا. ولذلك الإسكار اللي موجود في الخمرة مثل الإسكار الموجود في النبيذ، ومعنى القوتية اللي موجودة في الرز المصري هي معنى القوتية اللي موجودة في الرز الماليزي. يختلف في اللون، يبقى الأبيض في الماليزي أكثر، الأبيض في المصري أكثر، يعني ده حبيته طويلة ده حبيته قصيرة، لكن ده قوت وده قوت. يعني ايه؟ يعني لما باكله الحمد لله بيسكن في معدتي فترة طويلة وبيقوم به البنية. ما هو القوت يعني ايه؟ ما تقوم به البنية البشرية. عامل زي الفول، الفول ده تاكله الصبح يعني الحمد لله الساعة 7 الصبح، الساعة 10 بالليل لما تشعر ببوادر الجوع. ولذلك تجد المصريين أساتذة في أكل الفول، ولذلك المصريين من براعتهم يعني عملوا حاجة لطيفة خالص، اخترعوا وأبدعوا في الفول. عملوا منه طعمية، عملوا منه فول نابت، عملوا منه الفول دوت حاجة اسمها كزبرة، يعني كزبرية عملوا منه. لا ده اختار المصري دايما بارع، يعني مجدد، المصري مجدد يا أولاد. عشان أقول لكم المصري ده يعني برضك إيه؟ فريد من نوعه. على مثل، يبقى تقول على مثل علتي حكم الأصل بتمامها، يعني أن يشتمل على هذه العلة بتمامها، يعني بالضبط تبقى العلة هذه مطابقة للعلة هذه. بمعنى أنا هصورك صورتين وآتي بهذه الصورة من نفس الاتجاه وصورها مرتين من نفس الاتجاه، تطلع الصورة دي مطابقة ومماثلة تماثلا تاما مع هذه الصورة، لا يختلفان في شيء، يبقى لابد أن تكون العلة بمثل هذه الطريقة موجودة في الفرع ومثلها موجود تماما في الأصل، بحيث لو صورناهما
وأخرجناهما هكذا لتطابقا في الصورة. لازم لدرجة إن العلة لو كانت ذات أجزاء في الأصل ينبغي أن تكون كذلك ذات أجزاء في الفرع. يعني إيه أجزاء؟ يعني مركبة، مركبة من أشياء متعددة. ما دام العلة مركبة في الأصل لابد أن تكون العلة كذلك في الفرع مركبة. كانت العلة في الفرع مركبة أمكن الإلحاق، ما كانتش مركبة لا يمكن الإلحاق. الإلحاق اللي هو إيه؟ اللي هو القياس. قال: حتى لو كانت العلة في الأصل ذات أجزاء، يعني ذات أجزاء يعني مركبة، فلا بد حتى تتم عملية القياس من اجتماع الكل في الفرع، فلا بد كذلك أن تكون في الفرع مركبة. ثم يتكلم هنا بقى على شيء مهم جدا بالنسبة لكم: ما هو القياس القطعي وما هو القياس الظني؟ متى يكون القياس ظنيا ومتى يكون القياس قطعيا؟ هنا بقى الكلام، حاجات دي مهمة جدا، انتبهوا. ثم إن كان وجودها، الضمير عائد لنا يا مشايخ العلة، ثم إن كان وجود العلة فيه بتمامها يعني بكمالها صورة طبق الأصل، يعني صورة مطابقة للأصل. عارفين يا مشايخ مكنة التصوير اديها كده شهادة الميلاد، قول لها تطبع ثلاثة، بتطلع لك الصورة مطابقة للأصل. يعني انت اسمك مثلا سيد جمال توفيق، ده مكتوب في الأصل كده، الصورة مش هتطلع لك سيد جمال وسيبك توفيق، لا، ده التلات صور متطابقين تماما. فبالظبط كده العلة تبقى موجودة هنا وهناك صورة أخرى منها مطابقة ليها. طيب، يبقى ثم إن كان وجودها أي العلة بتمامها، يعني هذا الوجود حاصل على وجه التمام والكمال فيه أي في الفرع قطعيا، فالقياس قطعي. يبقى هو بقى القياس القطعي يا مشايخ الإسلام والإيمان والإحسان؟ قالوا القياس القطعي أن تكون العلة مقطوع بوجودها في الفرع. يعني نحن نجزم بأن العلة موجودة في الفرع بأن قطع بعلية الشيء في الأصل، وقطع بوجود مثل تلك العلة، مثل تلك العلة في الفرع. وده إما هيبقى هو القياس الأولوي أو القياس المساوي. هنضرب أمثلة، ما تقلقوش يا ولاد، واحدة واحدة إن شاء الله. كقياس الضرب على التأفيف للوالدين، يعني الضرب للوالدين على التأفيف للوالدين، يعني نحن ألحقنا الضرب بالتأفيف. إيش اللي جاء في النص؟ ما هو الحكم الذي جاء في النص؟ ما هو المحل الذي جاء فيه الحكم التأفيف؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف كلمة تعني التضجر، يعني كأنك بتقول لوالدك ووالدتك أنا مليت منكم يا مجرم، بعد ما ربوك هذه الفترة الطويلة، في الآخر لما يطلبوا منك حاجة تتأفف؟ لا، حرام، لأن التأفف من شأنه أن يؤذي الوالدين، بيجرحهم من جواهم. طب لو قام الفرع بضرب الأصل، أنت عايز إيديك تتقطع وتتعدم في ميدان عام، حرام؟ حرام.
طب فين بقى اللي انت جايبينها منين؟ قال والله بالقياس، لأن العلة في الأصل هو الإيذاء، والفرع ده فيه الإيذاء قطعا جسما يقينا. يعني انت لما تضربهم مش هيتأذوا، لما تشتمهم مش هيتأذوا، ده إيذاء وإيذاء شديد وعنيف وما بيتنسيش، بيبقى جرح في القلب لا يندمل. يا لا يندمل يعني ايه؟ يعني ما بينشفش ما بيجفش. عارفين الاندمال يا اولاد؟ يعني جرح كده بينزل دم، يندمل معناه ان هو يقطع الدم اللي فيه، اندمل يعني انقطع دمه، ده اسمه ايه؟ اسمه اندم، او نشف يعني تقدر تقول ان هو جف حتى يعني ايه طاب. فالإذاء موجود في الضرب جسما يقينا قطعا لا خلاف، يبقى ده اسمه قياس ايه؟ قياس قطعي. طب يعني ايه قياس قطعي يا مولانا؟ يعني ان العلة موجودة، يعني أن العلة موجودة في الفرع جزما وقطعا، هو ده القياس القاطع، وهو قياس الأولى. أولى مشايخ أفعل تفضيل تقتضي المشاركة مع زيادة أحد الطرفين على الآخر. يعني يا مولانا أولى، يعني أن الفرع وهو ضرب الوالدين أولى بالحكم من الأصل. الله، ده كتاب حلو يا أولاده. يا الله بالصلاة على سيدنا النبي، رزقكم في القراءة دي. وكقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. ده الإسكار اللي موجود في الخمر هو اللي موجود في النبيذ. يعني قدر لا قدر الله، وهذا إن شاء الله أنتم ناس منكم ناس أولياء وأتقياء، ده عصير نبيذ اشربوا كده حصل غياب العقل، ده عصير ده خمرة اشربوا حصل غياب العقل. هو غياب العقل درجات، ده واحد. الإسكار اللي هنا مثل الإسكار اللي هنا، ما فيش إسكار قوي وإسكار ضعيف، الإسكار واحد متواطئ. لكن خلي بالك ده الإزاء مشكك، لأن في إزاء قوي تضرب واحد ممكن هنا كده باسمها إيدي بعندكم بنية في مصر بنسميها بنية. فالإسكار يا أولاد درجة واحدة بخلاف الإزاء. لا، في إزاء بسيط يحصل به أف، في إزاء قوي شوية يحصل به إنك أنت تشتمه، في إزاء قوي يحصل به التعانف بالضرب، حتى الضرب نفسه أنواع من الإيذاء. يبقى هذا قياس مساوي. لماذا؟ لأن العلة في الفرع مساوية تماما للعلة في الأصل. هذا خطير. أو ظنية، يعني في قياس عندنا اسمه قياس إيه؟ ظني. بتبقى العلة في الفرع مظنون وجودها، سواء كانت في الأصل قطعية سواء كانت في الأصل ظنية، لكن في المهم هو الفرع. انت قاطع بوجود العلة فيها ولا لا؟ لا، انا مش قاطع بوجود العلة. قال فالقياس ظني، وإلا او ظنيا، يعني وجود العلة في الفرع ظني، بأن ظن علية الشيء في الأصل. شو بقى؟ زي كده، زي قياس التفاح على البر في الربا.
يعني البر، عارفين ايش هو البر؟ اللي هو القمح. عارفين القمح طبعا، ده ما في احد الا وهو يعرف القمح. نحن نقول القمح يثبت فيه حرمة الربا. الربا اننا نبيع قمح بقمح مع تفاضل في احد الطرفين، او مع تساوي ولكن نؤخر تسليم احد العواضين، فهذا يسمى ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا في 6 أشياء، وألحق بها ألحق بها أشياء أخرى. قال البر بالبر، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح، سواء بسواء، وهكذا. والحديث مشهور في صحيح مسلم. ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أصناف. ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشياء. هذه 6 ما علتها؟ اختلف العلماء في تحديد علة هذه الأشياء 6. بعضهم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم المفاضلة فيها لأنها طعام، يعني العلة هي الطعمية مش الطعمية. الطعمية دي حاجة والطعمية حاجة تانية. الطعمية يعني أنها طعام يطعم ويكل، الطعام بالطعام سواء بسواء. فالعلة عند بعضهم الطعام، ولذلك ألحق كل ما هو طعام في حرمة الربا بهذه الأصناف 6. فألحق التفاح، التفاح لم ينص عليه في الحديث، ألحق التفاح بالبر لأن التفاح طعام، فالتفاح هذا يدخل فيه الربا قياسا على هذه 6 أصناف بجامع إيش؟ الطعمية. إحنا قلنا إيه؟ في بعض الأئمة قالوا العلة هي الكيلية، يعني يكون هذا الشيء يطعم لكنه يشترط فيه أن يكون مكيلا. التفاح ليس بمكيل، فعندهم التفاح موزون، التفاح الآن موزون، وقديم التفاح كان معدود، بيتباع بالعد بالوحدة، 5 تفاحات 10 تفاحات، ده في أحيانا بالعد وإما بالوزن وإما بالكيل. بعضهم قال لك لا، ده العلة هي المالية. يبقى اختلفوا في العلة، ولذلك التفاح مش مكيل يا موزون، فيبقى العلة مش موجودة فيه. يبقى احنا ظننا وجود العلة في الفرع ولم نقطع بوجود العلة في الأصل. يا إما أن يكون العلة في الطعمية أو القوتية، وهو مش قوت، ده الرأي التاني بقى، القوتية يعني هو ليس من الأقوات، بدليل حضرتك تستطيع أن أنت تعتمد على التفاح في يومك؟ لا، التفاح لا، لا يثبت في البطن، ولذلك ليس قوت. طب العلة هي بقى فين؟ العلة هي القوتية، القوتية مش موجودة في التفاح. الكيلية، الكيلية مش موجودة في التفاح. يبقى التفاح ده ايه؟ مظنون وجود العلة فيه، على تقدير الطعم موجود، على تقدير القوتية ليس موجودا، على تقدير الكيلية ليس موجودا. يبقى العلة موجودة في الفرع ظنا، لأن العلة في الأصل يا ترى هي القوتية؟ ده البر قوت، الطعمية البر طعم، الكيلية البر مكيل. يا سلام، ده موجود في العلة على كل الاحتمالات. وأما بالنسبة للفرع فمضمون وجود العلة فيه، ويسمى قياسه الأدول، لأن الفرع أدون وأقل من الأصل،
شفت الأصل؟ البر قوت، اثنين طعم، ثلاثة مكيف. طب الفرع في واحد من ثلاثة، يبقى هو دون الايه؟ دون الأصل. كقياس التفاح على البر في الربا، يعني في حرمة الربا بجامع الطعم، فإن العلة عندنا في الأصل هي الطعم، ويحتمل أنها القوت والكيل، وليس في التفاح لا الطعم، فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة. شرحنا الكلام اللطيف دوت بعبارة لطيفة جدا. قال وبأن يساوي حكمه، ده أيضا من شروط الفرع كما يعلم بالمطالعة في كتب البحر المحيط وغيره من كتب الأصول، أن هذا أيضا شرط من شروط الفرع. وأن يساوي حكمه، حكم الفرع، حكم الأصل. يساوي في إيه؟ فيما يقصد كونه وسيلة للحكم، يعني طريق للحكم، ما بيساويش في نفس الحكم، لا، في طريق الحكم. وسيلة يعني إيه؟ يعني طريق للحكم، فيما يقصد كونه طريقا للحكم. وهنضرب مثال، لأن المشاركة إما أن تكون في عين الحكم وإما أن تكون في جنس الحكم. يعني إيه عينه؟ يعني هذا قصاص، هنضرب مثال لهذا، بس نقول الأول اللي احنا فيه. فيما يقصد كونه وسيلة للحكم من عين، وهيجي بعد كده يقول لك ايه بقى، ومن جنس، من عين كالقصاص. قصاص يعني وجوب القصاص، كوجوب القصاص في النفس بالمثقل إذا قيس على المحدد. بسيط، هضرب لكم مثال ونشرح المثال بطريقة لطيفة. عندي القتل في هذا المثال له صورتان، في قتل بمثقل، مثقل يعني ما يقتل بثقله بتقله، أتيت بصخرة وضربت بها رأس شخص فمات بسبب ثقل الصخرة، أو ضربته بالسيارة يبقى مات برضك بالثقل، أو بمحدد، محدد يعني يقطع، جبت السكينة أتيت بالسكين الله أكبر وذبحته كما تذبح الخرفان في الصورة يعني، يبقى ده اسمه قتل بإيه؟ بمحدد، يعني ما يجرح بحده كالسكين. ففي قتل بمثقل وفي قتل بمحدد، محدد يعني يقتل بحدته وشفرته كالسكين، قتل بمثقل يقتل بثقله زي السيارة، السيارة لما تكون ماشية على بسرعة بتبقى ثقيلة، فإذا ضربت شخصا أوقعته على الأرض فمات، فقد مات بمثقل، بصخرة ضربت على رأسه فمات بمثقل. القتل بمحدد وردت فيه نصوص، ووجب على القاتل بآلة حادة القصاص، وقسنا القتل بمثقل بشيء ثقيل يقتل بثقله على القتل بمحدد بجامع أن كل منهما قتل عمد، يعني متعمد في صاحبه، ده قاصد القتل، ومعتدي، عمد ومعتدي حدود الله سبحانه وتعالى، عمد عدوان. يبقى احنا ألحقنا هذا بذاك بجامع قتل عمد عدوان. طيب انت بتقول هنا من شرط الفرع اللي هو القتل به مثقل ان يساوي حكمه
أي حكم الفرع اللي هو القتل بمحدد بمثقل، وهو القتل بمثقل. حكم الأصل اللي هو القتل بمحدد فيما يقصد كونه وسيلة. هو لماذا قصدنا أو لماذا قصد الشارع إيجاب الحد؟ هو قصد الشارع إيجاب الحد حتى يعني يحصل نوع من أنواع عدم الاندفاع إلى القتل، ويعني الكف عن القتل. طيب، اشترك وجوب القصاص في القتل بمحدد مع وجوب القصاص في القتل بمثقل في إن هذا يساوي هذا في نفس الوجوب. ده وجب القصاص في القتل بمحدد، وجب القصاص في القتل بمثقل، الاثنين مستويان ولا لا؟ ده وجب القصاص في القتل وده وجب القصاص في القتل، يبقى الاثنين مستويان في عين الحكم. عين الحكم اللي هو ايه؟ وجوب القصاص في القتل، الا ان ده قتل بمثقل وده قتل بمحدد. يبقى استوي الفرع مع الاصل في عين الحكم اللي هو ايه؟ اللي هو وجوب القصاص في القتل بمحدد مع وجوب القصاص في القتل بمثقل. طيب، طيب نقول ايه تاني؟ طيب ما يساوي هو القصاص محماش. حلوة الحتة دي. إذا قيس على المحدد خلصنا منه، أو جنس، أو أن يستوي حكم الفرع مع حكم الأصل في جنس الحكم. هناك خلي بالك استوي في إيه؟ في عين الحكم، لأن ده وجب القصاص في القتل وده وجب القصاص في القتل، ووجوب القصاص في القتل يساوي وجوب القصاص في القتل، الاثنين زي بعض. لكن هنا بقى قال لا، في جنس الحكم اللي هو ايه؟ اللي هو ولاية، ولاية النكاح مع ولاية المال، الاثنين بيشترك في قدر مشترك وهو الولاية. الولاية وتحتيها ولاية مال وولاية نكاح. فولاية المال تساوت مع ولاية النكاح في مطلق الولاية، لكن هذه ولاية نكاح وهذه ولاية مال، اجتمعا في قدر مشترك وهو الولاية. لكن هناك لما رأينا يا مشايخ وجوب القصاص في القتل مع وجوب القصاص في القتل، فاستويا في وجوب القصاص، أما هنا لا، ده استويا في جنس الشيء وهو الولاية. ولكن هذه ولاية على المال وهذه ولاية على النكاح، كقياس ولاية النكاح في الصغيرة على الولاية في المال، فإن ولاية النكاح من جنس ولاية المال، للاثنين يشترك في قدر مشترك وهو الولاية. فإن الولاية سبب لنفوذ التصرف في المال، كما أن الولاية هناك سبب في تزويج الصغيرة، لأنه كما أن له أن يلي أمر الصغيرة في المال له أن يلي أمرها في النكاح. فقسنا الولاية في النكاح على الولاية في المال، لأن الفرع وهو الولاية في النكاح مساوي للأصل وهو الولاية في المال في جنس الولاية. وألا يعارض بما يقتضي نقيض حكمه
أو ضد حكمه. كل ده من شروط الفرع، يعني ألا يكون في الفرع ما يعارض ذلك القياس، إما معارضة بالنقيض وإما معارضة بالضد. يعني إيه نقيض يا مولانا؟ ويعني إيه ضد؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره أو فرع تصوره. قال النقيض يعني الشيء ويكون أمامه عدمه، ولذلك هو مقابلة شيء بسلبه. زيد قائم، زيد ليس بقائم، هنا أثبتنا وهنا نفينا، بل اسمه إيه؟ نقيض. طب والضد يا مولان؟ قال لا، ده الضد ده أمران وجوديان بينهما غاية المخالفة، لا يجتمعان وقد يرتفعان ويخلفهما ثالث. فهمنا كده؟ الشرط الفرع حتى ألحقه بالأصل ألا يكون معارض بمعارض موجود يناقض الفرع أو يكون ضد الفرع. طيب عايزين مثال. طيب عندي المسح، مسح ايه؟ مسح الارض يعني ولا المسح الذري؟ قال المسح في الوضوء. مسح ايه؟ مسح الراس يعني. هو في الوضوء مسح الا للراس؟ مش تبقوا معانا يا اخوانا؟ ولا المسح تبقى ممسوح يعني مش معانا؟ مسح الراس، هو مسح الرأس ده كم مرة؟ جماعة الشافعية بيقولوا نمسح الرأس في الوضوء كم مرة؟ ها؟ مرة واحدة. ازاي مرة واحدة يا ولدي؟ انت شكلك مش شافعي، انت شكلك هنفي. يسن في الرأس ان يمسح 3 مرات، ده مذهب الشافعية كده، واحنا بنرى هنا مثال. طب يا جماعة انتم المسح ده عملتوا ايه؟ قلنا احنا قسنا مسح الرأس على غسل الوجه في انه يستحب 3 بجامع ان كل منهما ركن. المسح الرأس ده ركن في الوضوء، يقاس على غسل الوجه من حيث إنه 3 لأنه ركن في الوضوء. بس هو ثابت بالنص ده، الدراسة الفقهية بتقول كده، لكن هنخلينا بس في المثال لأن المثال يوضح المقال. طب جميل، فطلع بقى واحد قال له لا، خلي بالك بقى إن قياسك غير سليم. ليه يا مولانا؟ قال لأن القياس ده عورض بنقيضه. ازاي يا مولانا؟ قال له مسح الخفين، ما هو ده مسح في الوضوء. قال له انا هقيس المسح على الرأس في كونه مرة واحدة، اقيس المسح على الرأس بالمسح على الخف. الخف بيمسح كم مرة عندك يا شافعي؟ مرة. أنا هقيس المسح على الخف بالمسح على الرأس بجامع أن كل منهما أيضا ركن. فيبقى أصبح يا مولانا الفرع موجود في معنيين مختلفين. إن ألحقته بغسل الوجه قلت يسن أن يمسح 3 مرات، وإن ألحقته بمسح الخف في الوضوء قلت بأنه لا يسن أن يمسح 3 مرات. يبقى شفت بقى، هنا يسن وهنا لا يسن، يبقى معارض بنقيض ولا لأ؟
فانا عندي مسح الراس يا هيلحق بالوجه يا هيلحق بالخف. لو الحقنا بالخف قلنا لا يسن ثلاثا. لو الحقناه بالوجه يسن ثلاثا. طيب سنه ثلاثا ما نقيضه؟ لا يسن ثلاثا. يبقى حصل ان الفرع عورض بما يناقضه. الفرع اللي هو يا مشايخ اللي هو الرأس او مسح الرأس. لا مسح الرأس، مسح الرأس يا مولانا، مسح الرأس او سنية مسح الرأس. يا اما مسح مش الرأس نفسها، لا مسح الرأس او سنية مسح الرأس. مش احنا قلنا اما المحل واما حكم المحل واما القياس؟ لا 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 نقول بانه دليل المحل. طب يا مولانا المعارض بما يناقض عرفناه، طب بما يضاد حكمه؟ مثاله في الضد يا مشايخ الوتر، صلاة الوتر يعني يا مشايخ. صلاة الوتر هذه قيل بأنها واجبة، والقائل بذلك أبو حنيفة، وقيل بأنها مندوبة، والقائل بذلك إمامنا الشافعي. سيدنا أبو حنيفة قال إيه مثلا؟ يعني ده الكلام ده من كتب الحواشي. قال الوتر صلاة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون واجبة قياسا على التشهد الأوسط. وضب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون واجبا بجمع المواظبة. يبقى واظبة هينتج ايه المذهب ده؟ الوجوب، لأنه قاس الوتر على التشهد الأوسط بجامع مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سليم كده؟ الشافعي قال له لا، انت راح فين بقى؟ انا عندي بقى معارض لقياسك. ما هو شرط الفرع الا يعارض بمعارض، يا اما ان يكون مناقضا لحكمه او اما ان يكون مضادا لحكمه. فالامام الشافعي قال له لا انا عندي معارض. ايش هي بقى؟ قال له الوتر صلاة مؤقتة، يعني لها وقت، لأن هي من بعد صلاة العشاء لغاية الفجر، صلاة مؤقتة بوقت تقاس على سنة الفجر في أن كل منهما سنة، صح ولا لا؟ الجامع إيه بقى يا مولانا؟ الجامع التوقيت، التأقيت مش التوقيت، التأقيت. إن صلاة الوتر مؤقتة وسنة الفجر كذلك مؤقتة. يبقى نلحق الوتر بسنة الفجر بجامع التأقيت في كل منهما. طب النتيجة هتبقى ايه؟ سنية الوتر، وسنية الوتر تضاد وجوب الوتر. يبقى قال له اذا اشتمل الفرع او اذا كان للفرع ما يناقضه أو ما يضاده كان ذلك يعني مفصلا للقياس. يبقى ألا يعارض، يبقى شرط الفرع ألا يكون معارضا بمعارض يكون مناقضا لحكمه أو مضادا لحكمه. طيب قال وأن
وألا يقوم القاطع على خلافه. عندكم أن يقوم صلحناها في القراءات السابقة قاطبة، وقلنا بأن هذا خطأ فاحش، فمن شرطه أي من شرط الفرع ألا يقوم وألا يوجد قطعي يناقضه، فلازم يا أولاد تحطوا لا، ودي عبارة جمع الجوامع، وأن لا يقوم القاطع على خلافه. وجه ذلك أن القياس مظنون، والمظنون لا يعارض بالمقطوع. ده أنت بتقول ألا يقوم القياس، ألا يقوم القاطع على خلافه، لأنه لو قام القاطع على خلاف القياس هيترك القياس ويعمل بالقاطع. فمن شروط الفرع ألا يكون هناك قاطع يخالفه. قال وكذا خبر الواحد على الراجح، يعني وكذلك ألا يقوم خبر الواحد على مخالفته على الراجح. الراجح لأن الحنفية يقولون بأنه إذا قام خبر الواحد على خلافه لا يكون ناقضا للقياس، ده وجود القياس المخالف لخبر الواحد كأنه يطعن في عدالة الشاهد أو في ضبطه. قال كده، قال ده من شرط العمل بخبر الواحد قال لا يخالف القياس. لكن الشافعي والجمهور بيقولوا لا، ده من شرط العمل بالقياس ألا يكون هناك خبر واحد يكون مخالفا للقياس. أبو حنيفة قال لا، ما فيش مانع، ده بالعكس، ده أنا هاخد بالقياس ومش هاخد بخبر الواحد. ليه يا مولانا؟ يجي بقى الوادي السلفي يقول له أتترك سنة رسول الله؟ يقول له يا بني آدم، ده هو بيقول القياس ده بيقوي الشبهة في اختلاط الراوي، في عدم ضبط الراوي، لأنه ده ظن، وإذا قام كمان خائل القياس ضده لا يبقى مش من لم ينقل هكذا، ده منهج علمي يعني، ولما رفض رفض بمنهج علمي، ولم يرفض لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو بيقول لك غير منسوب أصلا، ده بيقول لك كون إني هناك قياس هذا يضعف الثقة في الرواية، ويبدع وناس مختل عقليا الجماعة السلفيين دول. طب ما هو الشافعي قال لا، بس الشافعي ما سبش في الإمام أبو حنيفة، ما بدعش ولا فسق ولا عمل في سيدنا أبو حنيفة حاجة، إنما يعني أخذ منهجا علميا مخالفا مع احترامه وعدم طعنه في المذاهب الأخرى. وألا يكون حكمه اللي هو حكم الفرع متقدما على حكم الأصل في الظهور. أضرب لكم مثال عشان تتضح معكم القصة، يعني الكلام ده أنا يعني أتيت لكم بأمثلة حتى تكون القضية واضحة. أنا عندي الوضوء وعندي التيمم. الوضوء قبل التيمم والتيمم بعد الوضوء، فلا يصح أن ألحق وأقيس الوضوء على التيمم في اشتراط النية. ما هو الوضوء الأول والتيمم كان بعد الهجرة، فما جيش وأقول والله
الوضوء تجب فيه النية قياسا على التيمم. ازاي؟ الوضوء الاول وجد وانت عايز تقيسه على التيمم، والمقيس عليه ينبغي ان يكون متقدما على المقيس، فانت بتقيس الفرع المتأخر في الوجود على الأصل المتقدم في الوجود، هكذا يكون صحيح. أما إذا قست الفرع المتقدم في الوجود على الأصل المتأخر في الوجود فلا يكون صحيح. طيب أقول لك حاجة، قبل أن يشرع التيمم النية في الوضوء كان أحوالها إيه؟ كانت مسنودة لإيه؟ كانت مسنودة لنفسها كده في الهواء يعني؟ ده الأئمة بيقولوا كده، أنا بقربها لكم يعني بالمثال والصور والأمثلة العصرية. ولذلك قال: وألا يكون حكمه متقدما على حكم الأصل في الظهور. في الظهور بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمجتهد، مش بالنسبة لذاته، لأن كل ذلك عند الله لا زمن ولا مكان. لكن ده بالنسبة لنا احنا لا، في زمن وفي مكان. بالنسبة لما عند الله لا زمن ولا مكان. كقياس الوضوء، مثال ذلك قياس الوضوء على التيمم. الوضوء يا أولاد متقدم في الوجود، والتيمم متأخر في الوجود. أقيس الوضوء هيبقى فرع، على التيمم هيبقى أصل. وهنا فقد شرط أن يكون الأصل متقدم والفرع متأخر. جميل. كقياس الوضوء على التيمم في النية، لأن التعبد بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة وكان الوضوء قبلها، وإنما شرط ذلك لئلا يلزم إني الوضوء قبل التيمم ثبت بغير أصل يعتمد عليه. يبقى الوضوء قبل ما يثبت التيمم وجبت فيه النية. طب إيه الموجب للنية؟ الهوى، لأن التيمم لسه ما ثبتش. صح كده؟ صح. وجوزه الإمام الرازي. إيه ده؟ هو الإمام بس الإمام خلي بالك جوزه إيه؟ بس بشرط إن يكون الفرع المتقدم قد استند إلى دليل قبله يعتمد عليه، عشان لا يكون يعني ثابتا قبل ما يثبت. وجوزه الإمام الرازي عند دليل آخر، قال بشرط أن يكون النية معتمدة على دليل آخر يكون قبل الوضوء. جميل. ولما يجي بعد كده التيمم يأتي متأخر، يجوز أن أنا ألحق الوضوء المتقدم بالتيمم المتأخر في النية، لأن كل منهما عباد. قال طب ومشكلة إن هو يكون ثبت بلا مثبت أو ثبت هواء كده؟ قال ما أنا عندي دليل آخر هيسنده إلى أن يأتي التيمم، فيؤخذ التيمم، يأخذ التيمم دور الدليل اللي كان سابق على الوضوء. أقول لكم حاجة ظريفة، أنت معاك واحد وأنت سنده وهو ماشي بيك، ولو أنت شلت إيدك هيقع، فأنت معاه تسنده تسنده لغاية ما يجي تقي يأخذه منك ويسنده ويكمل بيه. الشخص العاجز ده مثلا هو الوضوء والتيمم لسه ما جاش، بس كان موجود قبله، هنسمي التيمم تقي.
وهنسمي الذي يسنده المسند سيفه. سيفه الأخذ الوضوء ومشي به إلى أن سلمه لتقي. يعني الوضوء ما مشيش لوحده، ده مشي الأول بسيفه ثم بعد ذلك صار بتقي. فاهمين؟ يبقى في دليل أول، هذا الدليل اعتمد عليه الوضوء مثلا يعني في وجوب النية. فلما جاء التيمم أخذ الضوء. فهمناها؟ رائعة جدا، ما فيش أحسن من كده. يلا نقل. قال: وجوزه الإمام الرازي عند وجود دليل آخر يستند إليه حالة التقدم دفعا للمحذور السابق. وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط ثبوت حكمه بالنص إجمالا. هتلاقي في النسخة اللي معاك كاتب لك إجماعا، خطأ. إجمالا ولا إجماعا؟ يبقى هذه من الأشياء التي غيرها، هذه من الأشياء التي غيرها إجمالا. قال له كده، قال له لا يشترط، لأن بعضهم اشترط هذا، بعضهم اشترط هذا الشرط. قال كده حتى ألحق الفرع بذلك الأصل، الشرط عندي أن يكون ذلك الفرع قد ثبت بدليل بحكم بنص على سبيل الإجمال. أضرب لكم مثال. قال يعني الفرع ده ينبغي أن يكون حكمه قد تعرضت إليه النصوص تعرضا عاما، تعرض إجمالي. لكن الشيخ هنا قال لا، لا يشترط، وعندنا من الأدلة والأمثلة التي لم تثبت وفروع لم تثبت أحكامها إجمالا بالنص، وده موجود في فقه الصحابة. وعشان ومن أجل هذا ليس ذلك بشرط، أنه لا يشترط ثبوت حكمه أي الفرع بالنص إجماعا في نسخة وإجمالا في نسخة، وهذه النسخة هي الصواب. الصحابة قاسوا علي الحرام على الطلاق في قول، وبعضهم قاسوا على اليمين في قول، وبعضهم قاسوا على الكفارة في قول. لا، الظهار مش الكفارة، الظهار. يبقى علي الحرام، لما يقول لواحد لمراته علي الحرام، أو يكون متزوج يقول علي الحرام، فيها إيه؟ الصحابة قالوا هي تقاس على الطلاق، في أن كل منهما ينهي العلاقة الزوجية بنية. وبعضهم قال لا، تقاس على اليمين، كأنه بيقول والله، فلو قال علي الحرام من واكل، كأنه قال والله من واكل، قاسوها عليه. وبعض الصحابة قال لا، تقاس على انت طالق. وبعضهم قال لا، تقاس على علي، انت علي كظهر امي. يبقى الفرع فين اللي هو علي الحرام؟ قيل طلاق صح، وقيل ظهار صح، وقيل كفار. والكلام ده موجود في مذهب الإمام الشافعي، مع إن بقى علي الحرام لم تثبت لا إجمالا ولا تفصيلا بنص. يقول الكلام ده، خد بقى من عبد الله واتكل على الله، المثال الحلو ده جايبينه لكم من كتاب نفائس الأصول، شرح المحصول للإمام القرافي. قال: ولا انتفاء نص، يعني ولا يشترط انتفاء نص أو إجماع، ولا يشترط كذلك انتفاء إجماع على حكم الفرع. يعني ليس شرطا أن ينتفي النص
على حكم الفرع، بل يجوز ان انا اقيس مع وجود النص. بس هل يعمل به؟ اذا وافق النص هيبقى من قبيل تعضيد الأدلة، وإن خالف هيبقى انتهى، ولا انتفاء نص. ولكن هنا بيقول وكذا خبر الواحد، يعني بيقول لك وألا يقوم خبر الواحد، قال وألا يقوم القاطع على خلافه، وكذا ما لا يقوم خبر الواحد على خلافه. ده من حيث العمل، ولكن هنا بيقول لك ولا انتفاء نص او اجماع على حكم الفرع بحكم، يعني يكون ذلك بحكم يوافق الحكم الذي يراد اثباته بالقياس، وهو كذلك يعني وهو كما يعني فهم، وهذا كلام الامام الغزالي، وهو كما فهم خلافا للامام الغزالي وللامام الامدي. لا، ولذلك تنظر في كتب الفقه يقول لك والدليل على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. فالقياس جاء معضدا، يبقى ليس انتفاء النص وانتفاء الإجماع بما يوافق الحكم الذي يراد إثباته بالقياس قائم وكائن، مش شرط يعني، لأن أنت ممكن تقيس مع وجود الإجماع وممكن تقيس مع وجود النص، ويكون ذلك القياس موافقا لحكم النص ولحكم الإجماع. ولذلك قال بحكم يوافق الحكم الذي يراد إثباته بالقياس، لكن اللي فات ده كان خلاف النص، أما هنا لا يشترط يعني انتفاء ما يثبت حكم ذلك النص من إجماع أو من خبر، لأن ده موجود في كلام الفقهاء الدليل على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. يقول لك والدليل عليها من القياس بعدما يذكر الدليل عليها من الكتاب ومن السنة، بس القياس جاء معضدا مساويا للحكم الذي فهم من الكتاب ومن السنة. ومن شرط الأصلي أن يكون حكمه ثابتا بدليل. طيب هذه نجعلها في درس لاحق إن شاء الله تعالى.